بعدنا مكملين بأجواء عيد الميلاد المجيد، وهالمرة رح يرافقنا فنان موسيقته رفقتنا بأجمل المناسبات والاحتفالات، وأنامله الذهبية رافقت كبار النجوم من العصر الذهبي لغاية اليوم. برحب بضابط الإيقاع الأول بلبنان والعالم العربي ستراك. أهلا وسهلا فيك ستراك، ينعاد عليك يا رب. ميلاد مجيد. شنو رابور؟ سور؟ زنوت. زنوت. شرفتنا، وهذه مش أول مرة منستقبلك، ولكن اليوم حبينا نستقبلك بأجواء احتفالية، لأنه موسيقتك مثل ما قلت رفقتنا عبر سنين بأجمل الاحتفالات وأجمل المناسبات. نعرف أنه شغفك للموسيقى ابتدأ بعمر صغير، وملهمك الأول يمكن كان خيك اللي كمان كان عازف طبل بارع، ولكن أهلك سيد ستراك ما كانوا راضين على الموضوع، حتى إجا نهار وكسروا لك الطبلة. مضبوط، لأنه في الزمانات ما كان مثل اليوم، مثلا مثل هالايام منتشر الموسيقى. كان بالزمانات الموسيقى او موسيقي كان يعني سكوند كلاس، يعني دورة، لانه بيخافوا كانوا انه موسيقي بضل بالليالي وبيسهر وبيسكر وكذا، يعني مصدر ملها اكثر من ما يكون. نعم. تكون مهنه. نعم. محترفه. نعم. كيف قنعتهم؟ نعم، كيف قنعتهم بالموضوع؟ قنعتهم بس تمرنت ومن غير ما اقول لهم طلعت حفله. حفله من زمان مع كريم محمود الله يرحمه. نعم. مطرب كريم محمود، وعرفوني انه انا اشتغلت مع كريم محمود. بلشوا ارتفع شوي المستوى. نعم. ستراك، نحن يعني طبعا مطبوعه الصوره باهم البرامج التلفزيونيه. نعم. يعني كضابط ايقاع معروف، بس مطبوعه اكثر شيء ببالنا الصوره مع ست سميره توفيق. نعم. في كان في جو، يعني كانت تقلكن مع كركور ومع الزملاء تقربوا وتعزفوا حدا على المسرح مطرح ما هي بتغني. شو بتتذكر عن هالاجواء يلي بعتقد ما شهد الفن مثلها؟ يا خساره، هلا يعني هالجو هذا خسرناها. ما بقى في الفن القديم او الفنانين القدماء اللي اشتركنا معهم. ما بقى في الناس تغيرت ولا بطل في فنانين مثل قبل؟ مش الجو، جو الفن كله عموما تغير بوجود اتكال على الآلات الحديثة، التقنيات الحديثة بك اليوم اللي بتجمل أي صوت وأي آلة، يعني واتكال على فساتين. باردون يعني أنا ليس بنطلون اليوم، ما تزعل. رولا، شو رأيك تتذكر مع أستاذ تراك من السنين الحلوة مروركم بعتقد بال 73 إذا مش مغلط بحلقة من حلقات استوديو الفن مع الست سميرة توفيق؟ خلينا نشوف هالمقطع بالفيديو. Thank you.
اكلوا بال 74 صح بالفعل ستراك ايام ما بترجع ومواهب ما بترجع وشفنا قد ايه ستة سميرة طولت قبل ما تغني لانه هالقد انيملك الذهبية كانت ساحرة الجميع وكانه ما بدها تغني بدها بس تسمعك عم تعزف هي مزوقة كانت اكيد ونحن مزوقين هي مزوقة ستراك اليوم ما في بعض الناس للاسف بيستخفوا بآلة الطبلة بموسيقتنا الشرقية شو أهمية هالآلة أو دورة أو دور ضابط الإيقاع بموسيقتنا الشرقية اليوم؟ اسمه المضبوط مش دربكي دربكي نحن بنقولها بالأرياف بالضيعة وكذا اسمه الطبلة طبلة اللي عازف الطبلة ضابط إيقاع يعني ضابط بالفوج بالأوركسترا بيضبط الريتم والسرعة وميزان لازم يكون ميزان وأي مسؤولية كبيرة توقع على ضابط إيقاع أي خطأ بيصير بالإيقاع مسؤولية عليك هيدي مسؤولية الضابط بس كيف بيمشي يعني بيمشي على النوتة بيمشي على السمع أكثر الإيقاع ولا كيف؟ والله في نوتة في شباب هلا بيشتغلوا بالنوتة وفي على السمع حضرتك على السمع أكثر؟ أنا على السمع أكثر من النوتة يعني كم غنية حافظ ما بينعدوا طيب إذا بدنا 50 سنة 55 سنة العمر كله هلا عملوا الحسابات تحت تحت الهواء استاذ ستراك تفضل أنا حابب أنا محمس تأسمع شايف هالطبلة الحلوة بتجنن حابين نسمع منك شيء هلا هذا الطبلة ذكريات من وزارة الثقافة المصرية هذه هدية كانت؟ هدية من أي متى موجودة معك؟ 10 سنين حلو هذه واحدة من بيننا 13 طبلة موجودة عندك بالبيت حلو تفضل سمعنا شيء يا ريت يعطيك العافية قلت انه عندك 13 دربكي او طبلة بالبيت اقدم وحدة من كم سنة في عندي دي طبلة طبعا هذه صارت تحف من تحف بكفي انك عزفت عليها لا عمرها 90 سنة بين الطبلات موجودة انا الالات اللي بشتغل عليهم او شاغل عليهم ما لهم ثمن جربوا كثير ياخذوا مني انا ما عندي هدول ذكريات بضلوا معي حلو لغايه اخر عمري طول بعمرك اليوم سمعناك عم تعزف وواضح انه انيملك بعدها ذهبيه ستراك وعم تحاول تنقل هالموهبه اللي عندك للاجيال الجديده اليوم انت بتعلم وبتبرم العالم وبتقدم ورك شوبس هل في مواهب حقيقيه موجوده بين العازفين اللي انت بتلتقى فيهم او اللي عم تعلمهم؟ اكثريتهم ما بحبون بتعرفي ليش ما بحبون أنا ما بتحبون انا ما بحبون بتعرفي ليش ما بتحب تقول كلهم كوبي ستراك ما في شخصيه وبهالمجال مش مفروض حدا يقلد حدا انا ابني إليان ساركيسيان هلا احسنهم تقريبا بلبنان كعازف طبله بشتغل مع كبار فنانين اول شيء منعته مثل ما منعوني قبل السبب كان وحيد انه ما يقلدني ما يقولوا
هيدا بيو لسترا يعني بيو ستراك يعني بيعزف مثل بيو يشتغل. لا خلي يقول قلت له بسمح لك اذا بتعمل ستايل لحالك اسلوب خاص حتى يقولوا المعجبين او يعني اذا سالتك هل في حدا عم بتابع بخطوات ستراك بتقول ابنك؟ ابني حلو. ابني بس ستايل اهليان مش ستايل ستراك يعني بشخصيته هيدا المهم لازم. والا ما بيترك الانسان بصمة. نحن يعني استمتعنا باول مقطع وحابين نسمع بعد شيء على ذوقك كمان. لا انا لا قبل ما اعزف ايه تفضل. انا بدي اقدم انا طبعا نحن من نقابه الموسيقيين محترفين بلبنان باسمي وباسم زملائي بقدم لمعالي وزير ابو فعور شكر كبير اللي وقع يعني اعطانا حلمنا من 30 سنه ناطرينه. من 30 سنه كنا بنضرب بواب مرحبا بدون جواب ما في جواب بس الوزير الله يوفقه نعم. عطى للفنانين ضمان ضمان طبابي طبابي مجانيه طبابي مفتوح مع بطاقته بس اي مستشفى بلبنان بفوت ببطاقته والحساب كله على وزاره الصحه الله يوفقه والله يكتر من امسانه. هذا اقل شيء يمكن لو تاخر الموضوع والوزير ابو فعور وعيله بس انتم ما بتتكافوا مقابل العطاء اللي انتم قدمتوه اكيد هيدا اقل شيء ممكن لانه نحن الوحيدين اللي حتى بالخارج خارج لبنان نحن بنمثل لبنان اكيد. وعلى سيره الوزير ابو فعور بعرف انه انت عندك كمان رساله ثانيه حابب توجهها للسياسيين والمسؤولين بلبنان، اليوم عم نحتفل بثلاث اعياد سوا. انا انبسطت هالسنه انه اجتمعت ثلاث اعياد باسبوع تقريبا بكذا يوم وطبعا العيد المسيحيين عيد مولد النبوي الشريف عيد مولد النبوي وعيد الاغطاس نعم. انا بحب وجه للحكام لبنان اللي عم بيمثلونا يعني انتر بارانديز ايه عم بيمثلونا يا ريت بيجتمعوا مع بعضهم مثل الاعياد مثل ما اجتمعت الاعياد ويكونوا فرد روح روحه اللبناني هالارض اللي بيسافر لبرا بيعرف قيمته بس الا عاديين هلا نحن حكام ما بيعرفوا قيمته اللي ما عنده ارض ما عنده وطن ما عنده اي شيء ان شاء الله بيجتمعوا مع بعضهم حتى يقووا ويقووا هالجيش العسكري اللي قاعد هلا بالثلج اللي عم يدافع عن الشعب اللبناني عم يدافع عن الوطن مش عيب كمان يروحوا كذا واحد منهم بيحكوا ضد الجيش هو اللي عم بيحكي ضد الجيش مين عم بيحميه؟ نعم ابنه ما بيحميه مليون بالمية. نحن من ضمن صوتنا لصوتك كنا حابين نسمع أكثر بس وقتنا ركض يلا إن شاء الله بس بدك توعدنا إنه بترجع لعنا سيد ستراك لأنه أكيد ما شبعنا إن شاء الله وراح ننتقل نحن وياك على الوول أوف فيم وبهالوقت بدي أسألك عن المناسبة أنا بالميكرو خلينا نظبطه معلش يلا بدك تخبرنا نحن ورايحين كيف بتقضي عيد الميلاد مع عائلتك شو بتعملوا بهالنهار؟ اولا نحن ليله العيد بنروح على الكنيسه نعم والصبح بكير بس نقوم نعيد العيله نعم بالعيد الميلاد واذا بينا قومنا بعدهم على الحياه نعم ناخذ رضاهم ونبوس ايديهم نعم بنلبس احسن لبس احلى ثياب مثل ما واصل لعنا اليوم بالزهر الحلو الله يخليك تفضل استاذنا وين بدنا نمضي؟ هون
بالختام نحن بدنا نقول لك انه بنفتخر فيك وحضرتك من اجمل الصور عن لبنان، الموسيقى والفن والزمن الذهبي الحلو. شكرا كثير لحضورك، بنعاد عليك ويخلي لك عائلتك احلى وسهلا فيك. ان شاء الله بنعاد عليك. شرفتنا واهلا وسهلا فيك حبيبي. كلك زود. ثانك يو. الله يوفقك ان شاء الله. نطلع علينا قريبا بتسن معنا المزيد من عزفك الحلو هون. بنعاد عليك، خلي لك عائلتك، نورت، اهلا وسهلا. وبتمنى للمؤسسه نجاح اكثر من هيك بكثير. تسلم عالمي. تسلم، خلينا هيك. وسلمني على الستاف كلهم. وصل وصل اصلا كلهم ناطرينك تيسلموا عليك هلا. شكرا لك. ثانك يو لك الي. شكرا لكم مشاهدينا، هيدي كانت معايدتنا لكم بمناسبه عيد الميلاد المجيد. قبل ما نختم بدي اقول لكم اسم الرابحه معنا بمسابقه لو شركه شيعون، اسمها ليديا سعدي. صح. ليديا سعدي من الحدث، مبروك جايزتك، توجهي من الاثنين للجمعة على مبنى الام تي في لتستلمي جايزتك. نحن مودعكم والى اللقاء بحلقة جديدة من اللايف بكرة. باي باي.